طبولي كده كانت بين مين ومين؟ زكي عبد الحميد. معركة الجمل دي كانت بين مين ومين؟ بين علي، ايوه، ومين تاني؟ وعائشة. وعائشة معاها طلحة والزبير. برافو عليكم، مصحصحين معايا، برافو عليكم. مين يا حبايبي اللي كان بيطالب بدم عثمان؟ اكتبوا لي بقى مين الحبايب الحلوين اللي كانوا بيطالبوا بدم عثمان؟ عائشة وطلحة والزبير. برافو عليكم، انتوا تعرفوا ان الثلاثة دول هم اصلا من اقوى المحرضين على قتل عثمان؟ يعني اللي اختشوا ماتوا. دول اصلا من ضمن، دول اصلا اقوى ثلاثة حرضوا على قتل عثمان. اقتلوا، برافو عليكم. انا عايز بقى ناس كده، لا مصحصحة دي، اللي نايم لي في البطيخ يمشي، مش عايز. برافو عليكم. لما عائشة بقول له ومنه حديث عائشة اقتلوا نعسلة، قتل الله نعسلة. وهنا هكشف لكم سر خطير جدا، بس بعد ما نتكلم في الحته دي شويه. ومنه حديث اقتلوا نعسلة، قتل الله نعسلة، تعني عثمان. ماشي، لدرجه ان واحد ايه لما هي قالت في الكامل في التاريخ قال لي والله ده عثمان مات مظلوم وانا راح اطالب بدمه. بقول لك قتل والله عثمان مظلوما، والله لاطلبن بدمه. فقال لها واحد، قال لها من الصحابه ولما والله ان اول امال حرفه لانت ولقد كنت تقولين اقتلوا نعسلة فقد قفى. قال لها انت ازاي بتطالب ده؟ يعني تخيلوا اللي احنا بنستشفه الايام دي وانا معاكم في الروم دلوقتي. هناك بعض الصحابه قالوه، قال لها يا ام المؤمنين انت كنت من ضمن، يعني انت اللي كنت بتقول اقتلوا نعسلة، يعني انت بتطالب دم، وانت اللي كنت بتطالب يعني بتطالب بدم، وانت اللي كنت بتحرضي الناس على قتله. والروايات كتيره قوي في اقتلوا نعسلة دي، وطبعا علم الجرح والتحريف، علم الجرح الجرح والتحريف طبعا يعني هيحرف اي حاجه بعيده او بتشوه الرجال اللي هم اسسوا دولتهم او اسسوا مذهبهم. يعني بالذات يا استاذ رحيم، فهمتوا الحته دي؟ اقتلوا نعسلة. طيب ايه رايك بقى انت وهو، هديكم مفاجاه، ان طلحه من ضمن الذين حرضوا على قتل عثمان. هنزل لكم سايت ولو نزل اكتبوا لي واحد. بصوا بقى، نزل كده في انساب الاشراف للبلازري، قال ايه؟ فلما راى ذلك طلحه دخل على عثمان فاعتذر، فقال له عثمان يا ابن الحضرميه قلبت علي الناس ودعوتهم الى قتلي، حتى اذا فاتك ما تريد جئت معتذرا. بتقلب الناس، بتحرضهم على قتلي، وجاي دلوقتي تعتذر لي؟ لا اقبل الا هم من قبل عذرا، مش هقبل اعتذار. ده مش بس كده، ده في تاريخ المدينه لابن شابه بيقول لك ايه؟ مصيبه صوت. قال لك ايه؟ ارسل عثمان الى علي يقراه السلام، ايوه، ويقول ان فلانه يعني طلحه، ايوه، قد قتلني بالعطش، والقتل بالسلاح اجمل من القتل بالعطش. واخدين لي بالكم من الحته دي؟ فعائشه وطلحه وايضا الزبير كانوا من المحرضين. ده انا اتذكر قول علي بن ابي طالب لما كان بيتحدث عن غدر طلحه والزبير، قال لك ايه يا عم؟ لما ذكر طلحه والزبير قال لك بايعاني بالمدينه وخالفاني بالبصره، يعني هم اصلا كانوا مؤيدين لعلي وبعد كده خانوني.
اكاد اجزم زي ما قال عباس كده ان عائشه دفع لطلحه رشوه جنسيه مقابل ان هو يخرج معاها في حرب الجمل. اكاد اجزم، لاني انا قلت قبل كده ان التاريخ اللي بيكتبه الاقوى. فالموضوع هو حرب سلطه ومال. اللي كان يخص عائشه هو المال والسلطه، يعني هي طلعت الطالب بدم عثمان وهي المحرضه على قتله. اذن الموضوع هو سلطه. ليه؟ ده بيودينا لحته تانيه. اللي عايز بقى يسمع السر في الحته دي، ايه ايه السبب انها حرضت على قتل عثمان؟ عارفين ايه السر؟ ايه السر؟ سر بمنتهى البساطه. ايوه اهو، ان عثمان اخر عن عائشه بعد ارزاقها فغضبت. كانش بيديها الماني في المعاد مع ابو بكر، هم قويش على السلطه. عمر كان بيديها فلوس، عثمان ما كانش بيديها فلوس كتير، ولما كان بيديها كان بيأخر الدفعه. ثم قالت يا عثمان اكلت اماناتك وضيعت الرعيه وسلطت عليهم الاشرار من اهل بيتك. وبدأت يقول نفس المصدر، انه والله لولا الصلوات الخمسه لمشى اليك اقوام ذو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل. فقال عثمان، عثمان بقى بيلقح عليها، ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. يعني بيقول لها انت مرات النبي، بس انت يعني ايه واحده فاحشه يعني، تخيلوا بقى. بيقول لك ايه؟ نفس المصدر. يقول لك ايه؟ فكانت عائشه تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله لم يبل وقد بلي سنته، اقتلوا نعسله. قتل الله نعسله. في حتة قد كفر وحرف في كتاب الله، كتاب الله ده أيامها لو هم معاهم فلوس هيعملوه قراطيس ترمس ولا يهمهم في حاجة. الموضوع إن هو أخر الماني عليها. يعني الموضوع إن هو بيزنس. فهمتوا الحتة دي؟ لدرجة لما عائشة ذهبت إلى مكة أخبرت علانية بقتل عثمان. ثم أن عائشة ذهبت إلى مكة فلما قضت حجها وقربت من المدينة أخبرت بقتل عثمان. Don't understand. مش فاهم إيه؟ مش فاهم إيه؟ مش فاهم. رشيد أنت مش فاهم إيه؟ أعيد. انها لما راحت خلصت الحج بتاعها خلاص، ما كانتش بقى تحريض، لا قالت اقتلوا امر دلوقتي. الفلوس هي لما اتاخر. بص عثمان بن عفان كان دايما بيديها فلوس قليله، وكان دايما بيأخر ان هو يبعت لها الفلوس بتاعتها، واخد لي بالك، باعتبار ان دي ازواج رسول الله يعني بيتصرف عليهم يعني شهريه كده، حاجه زي شهريه. برافو عليك يا حاج. فكان بيأخر الموضوع يعني. فهي قلبت الناس عليه وحرضت عشان الفلوس مش عشان اي بطيخ. وبعد ما قتلته وحرضت على قتله هي وطلحه والزبير زي ما احنا شفنا، راحوا يطالبوا بدمه. يعني اللي اختشوا مات. بس الموضوع بيكشف لنا سر خطير جدا. ايه الموضوع؟ لما بايع الناس علي، يعني برضو لما بايع الناس علي، فعائشة بتكره مين يا جماعة؟ بتكره علي. طبعا انتوا عارفين كلكم الحتة دي، ان عائشة بتكره علي
لانه كان بيقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعرفش ازاي في لما في حديث الافك، يا عم طلقها، هو النسوان يعني خلصوا. فلما بايع الناس علي بن ابي طالب، فقالت عائشه قتل عثمان والله مظلوما، انا طالبه بدمه، انا بديكوا قصايص ورق تفهموا بيها حقيقه الوقائع، ان الموضوع حرب سلطه وما يلي، وهناك تحريفات في التاريخ. يا سلام، انت اللي بتطالب بدمه ليه؟ عشان بتكره عثمان. طب انا هقول لكم حاجه مصيبه سود، انا اقول لكم حاجه مصيبه سود، يعني وصل التحريف للاحاديث ان هو واحد عشان بيقرا واحد ما يجيبش اسمه. لما عائشه في صحيح البخاري بتتكلم على مرض خدوا بالكم، انا هقول معلومات كتيره قوي، فلو سمحت يعني اللي عايز يعني عايز يعني يفتح فولدر كده زي ما انا بعمل مع اي حد، واحط المعلومات الجديده بالنسبه لي. مش عايزين نتكلم وخلاص، عايز الناس تستفاد، ده رقم واحد عندي. لما الرسول اشتد عليه مرض الموت والكلام ده، قالت ايه؟ اشتد به وجع، استأذن أزواجه أن في أن يمرض في بيتي. ماشي؟ يعني بعد كده استأذن الرسول إن هو إيه يعني يمرض في بيتي، يعني يتعالج في البيت عندها. هذا المحترم يعني بيستأذن. بقول لك إيه؟ فأذن له، فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الارض، يعني كان ساند بين اتنين. ايوه، بين مين؟ بين العباس وايه تاني؟ ورجل اخر. ورجل اخر، بين العباس ورجل اخر. مين الرجل الاخر ده؟ فقال عبد الله بن عباس، قال له هل تدري من الرجل الاخر ده؟ الذي لم تسميه عائشة، يعني ما لم تسمى عائشة، يعني اللي ما لقيتش اسمه، قالت الرجل الآخر. قلت لا، قال ابن عباس هو علي ابن أبي طالب. يعني تخيل الست عشان بتكره واحد ما تذكرش حتى اسمه في الحديث. فهمتوا ايه اللي انا اقصده؟ فلما تشوف حديث فيه فلان او فلانة او كذا او رجل او حاجه صيغه مبهمه، اعرف ان هو بيتم التعتيم او التدليس او التحريف على امر معين. وده قبل كده فتحت لكم موضوع نبقى نفتحه بعدين، اسمه تايتانيك النسخه الاسلاميه. لما عائشه بتقول لك ان هو مات بين صحر ونحر، تعرفوا ان هو اصلا ميت في حضن علي بن ابي طالب. طب الست دي دلست ليه؟ لان كان علي هو الأقرب للبيعة، عشان ما يقولوش ده الخليفة ويتم بقى إيه طبخ الليلة لأبوها عشان الفلوس. أنتوا فاهمين اللي أنا بقوله؟ ده بفتحه لكم بعدين، يعني في أسرار خطيرة بفتحه لكم بعدين يعني. يعني حتى عبيد ابن أم كلاب قال لها ليه بتكرهي ولايته؟ ده الراجل ده كويس. طب ده إذا كنت أنت اللي كنت بتقول اقتلوا النعسل فقد كفر. فقالت عائشة ايوه قلت. طيب ده كله بيؤدي الى ايه؟